قلت مع راسي، سولت راسي شنو هما الاشياء اللي تتهم المغربي يعني في الحياه ديالو اليوميه. اولا عندنا مشكل ديال الماء، خصنا نلقاو له حل، لان الجفاف، لان ما يسمى بالستريس هيدريك، ان الامطار قلالت، لان الجو تبدل، ارتفاع الحراره، هادشي كله مشاكل كبيره تتهم الان وكتهم المستقبل. من دابا 2050 تنتمناو بان الدرجه ديال الحراره ما تبقاش تطلع للدرجه هذه. اذا خص التوعيه، وخص يعني الناس المسؤولين ياخذوا الاجراءات باش ينقصوا ما امكن من هذا الاثار ديالو. وكان طبيعه الحال زياده على الماء اللي مهم بزاف، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، هذا صدق الله العظيم. اذا هذا هو المهم جدا. كاين الطاقه، كاين طبيعه الحال البيئه، طبيعه الحال ما يهم التكوين. انا استاذ يعني، تنهتم بطبيعه الحال بالعلم، البحث العلمي وبتكوين الشباب المغاربه في جميع الامور، يعني في الهندسه ولا في الحاشيه اللي عندها الاداب ولا في الفن ولا الى اخره. هادشي كله مهم جدا باش يكون الناس يعني المغربي يكون واعي بان ماشي خصو يكون عنده واحد يعني واحد الفلسفه، واحد يشوف بعيد. هذا هو على شنو. وكاين مشاكل اخرى بطبيعه الحال ديال الطاقه الشمسيه، الطاقه المتجدده. هذا صحيح. كاينين دابا اللي بدا نشوفوا جديد، وهو ان الشباب المغاربه تيجيب مشاريع يعني صناعيه في المغرب، عندها ان شاء الله شي مستقبل. تنتمنى هادشي كله يتحقق، لان ماشي سهل. عرفتي كاين شي حوايج اللي تيبانوا لنا وكاين شي حوايج ما تيبانوش. فهمتي في المثل، خذ نيسان شركه عالميه معروفه، لقاو بان المحرك ديالها عنده مشكل ديال الويل. اذا 120 الف سياره غادي ترجع، لان المهندسين ما شافوش ذاك المشكل. كاين شي حوايج تيكونوا خافين ما تنشوفهم تنكتشفهم الا في الاستعمال مع الوقت. اذا هادشي كله خص يكون ماشي غير اختراع، خص الناس المهندسين اللي تيحلوا المشاكل. هذا هو يعرفوا كيفاش يحلوا. وانا المشروع ديالي تيتقدم شويه بشويه، كنتمنى ان شاء الله قريبا نكون واحد الخبر صار ان شاء الله. نحن كل مره كنجي للمغرب كنشوف الاشياء كتقدم شويه بشويه. فوالا ليو، وهذيك السياره بطبيعه الحال ما بالنسبه لي ما تنشوف اي مشكل. زعما تبارك الله عليهم، داروا واحد الفريق وعرفوا كيفاش زعما يطوروها. تنتمنى دابا يمكن عامين ولا 30 تكون نكونوا نسوقوها، والثمن ديالها يعني يمكن الناس يشريوها. اذا هذا المستقبل ديالها يكون مزيان. ولكن الاتجاه الان وهو السيارة الكهربائية، خص اذا يوجدوا لحد الان المستقبل، لان في 2035 ما يمكن لهمش يصدروا سيارة زعما حرارية في الخارج. هذا خصهم يبداو يفكروا كيفاش يمكن هذه السيارة هذه تولي كهربائية. هذا هو المستقبل. التطور هذا الشيء يعني طبيعي. الحمد لله عندنا احسن مدارس المهندسين، والمهندسين تيخرجوا عندهم تبارك الله المعرفة، وكاين الطلب. هذا الشيء كاين السوق، جميع يعني ليزابليكاسيون كاين السوق. اذا ملي تيكون السوق وتيكون العقول تيكون لازم المنتوج. ما عندك لاين عليه. اذا التطور ما عندنا لاين عليه. هذا الشيء كله ما يعني تيكون الا ما جاش من المغرب، كنا يكون عندنا واحد يعني اتفاق مع شركات اجنبيه ونتعلموا منهم ونديروا احسن منهم. فوالا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.